الموضوع البعدي طبعا بنحكي عن الانتيكواجولانت. الانتيكواجولانت في عنا اشهر انتيكواجولانت معروفين، اللي هو في عنا الورفرين وفي عنا ايش الهيبرين. في عنا نوع جديد الانتيكواجولانت طلعت اسمها، اللي هي عباره عن دايركت اورال انتيكواجولانت، اختصارها دي او اي. هاي دايركت اورال انتيكواجولانت انواع جديده بسموها نوفل انتيكواجولانت. اللي بدنا نحكي الان عن الانواع التقليديه التي لا تزال تستخدم الى الان، اللي هي الورفرين والهيبرين. الهيبرين له طبعا نوعين، في عندنا انفراكشنيتد هيبرين اختصاره يو اتش او اختصاره هاي مولكيولر ويت هيبرين، والفراكشنيتد هيبرين اللي هو اسمه لو مولكيولر ويت هيبرين. الجدول اللي بعديها راح اقارنه بين الانفراكشنيتد هاي مولكيولر ويت هيبرين وبين اللو مولكيولر ويت هيبرين، اللي هو زي الكليكسين اللي هو نوكسبرين او الفوندابرينوكس. وهذا الجدول راح اقارن بين انواع الهيبرين اثنين. وبعدين هون في عندي خصائص الورفرين. الورفرين انهبت فيتامين كي دي بدك نوتي فاكتور، لذلك هو بقلل اللي هو 1970 72 وبروتين سي وبروتين اس، هو بقلل فاكتور 10 فاكتور 9 7 و2 بروتين سي وبروتين اس. لو مولكيولر ويت لذلك كان كروس باسنت، لذلك وكنت انديكيت برنسي لانه تراتوجينيك. هاف لايف له 2 تو 3 دايز، ركزوا عليها هاف لايف له 2 تو 3 دايز. مونيتورينج باي بي تي اي ان ار مهم جدا. ثيرابيوتيك رينج لازم يكون الاي ان ار لمريض ماشي ورفرين 2 ل 3. النورمال اي ان ار هي 1، لازم المريض الماشي ورفرين يحافظ على ان ار بين 2 و3. سايد افكت انه بليدنج موست كومن سايد افكت موست. هسه الايرلي سايد افكت له اذا بلشنا احنا الورفرين بدون بريدجنج ثيرابي يمكن يعمل لنا سكن السر، اللي هي ورفرين اندوس السر. هذا متى بتصير؟ اذا اعطينا ورفرين بدون بريدجنج ثيرابي. الانتيدوت له فيتامين كي، بس لكن مشكله فيتامين كي انه سلولي سلو انست، سلولي بدك على الاقل المريض يمشي على فيتامين كي على الاقل 24 الى 48 ساعه بين ما الافكت له يبلش، لذلك هذا سلو. اما اذا المريض كان عنده اكتف بليدنج وعنده ورفرين بويزنينج او ورفرين اوفر دوز، لازم نعطيه اياه فريش فروز بلازما او نعطيه بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت بي سي سي. شيء اسمه بي سي سي بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت، اللي هو هذا بيحتوي على 1970 72، بيحتوي على الفاكتورات اللي بيشتغل عليهم اوريدي الورفرين هم 1972، او نعطي فريش فروزن بلازما. البي سي سي هو عباره عن بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت، بيحتوي فقط على الفاكتورز اللي بيشتغل عليهم الورفرين هم 1972. هذا هو موضوع الورفرين، اهم شيء الورفرين. الهيبرين هسه نحكي عن الهيبرين طلابنا. بالنسبه للهيبرين في عندنا انفراكشنيتد هيبرين اللي هم هايبر كلوريد هيبرين لو مولكيولر هيبرين. نحكي عن الانفراكشنيتد اكتيفيت انتروبين 3 بشكل عام، انتجت له بروتامين سلفيت له هاي مولكيولر ويت له دونت كروس بلاسنتا سيف ان بريجننسي. هاف لايف له 60 ل 90 مينت اللي هو ساعه ونص منتبهلها. مونيتورنج باي بي تي تي ثيرابيوتيك رينج له 60 ل 90 اي اتش سكند. سايد افكت له 6 اتش او. شو 6 اتش او؟ الاتش الاولى هيمرج، الاتش الثانيه هايبر سنسيتيفيتي، الاتش اللي بعديها هاي بوتنشن خاصه اذا كانت هاي دوز اند رابيد اي في. لو عباره عن اوستيبروز لونج يوز اوف هيبرين اوف انفراكشن هيبرين يمكن يعمل لنا اوستيبروز. الاتش اللي بعديها في عندنا هايبر كاليميا، الهيبرين بيعمل هايبر كاليميا، هير لوس على اللونج تيرم يوز بيعمل هير لوس. عند الاتش الاخيره اللي هي هيت سندروم اللي هي هيبرين اندوس ثرومبوسايتوبينيا، لاحظ ان الهيبرين يمكن يقلل البلاتلت يعمل لنا ثرومبوسايتوبينيا. هسه لو بدنا نحكي عن اللومريك رويت هيبرين امثله زي الكليكسان النوكسوبرين او الفوندابرينوكس، انهبت فاكتور 10 اكتف، انهبت فاكتور 10 اكتف. هسه هذا الهيبرين بشكل عام كيف بنعطوا الهيبرين؟ يا بنعطوا انترافينسلي او بنعطوا شمالهم او بنعطوا سب كوتينوس، يا بنعطوا سب كوتينوس او بنعطوا انترافينسلي. ارجوك ركزوا عليها. الورفرين كيف بنعطى الورفرين؟ بنعطى بيروس فمويا، فهين انتبه لهم طلابنا الفرق في طريقه الاعطاء. هسه بشكل عام لو مولكيولر ويت لهم، على الرغم انهم لو مولكيولر ويت الا انهم دونت كروس بلاسنتا ايفن، فهم سيف في البرنسي. هاف لايف لهم 4 الى 5 ساعات، لذلك هذول بنعطوا وانس او توايز ديلي. نو نيد فور مونيتورينج، لذلك بنستخدمهم از اوت بيشنت، المريض يمكن نروحه على لو مولكيولر ويت هيبرين. less risk of head brain thrombocytopenia less، حتى هذول كلهم 6HO 6HO الريسك فيهم اقل، هم موجود 6HO السايد افكت ولكنه اقل. نو انتيدوت it is not they are not reversed by بروتامين، يعني ما بامكاننا نعملهم ريفرس بالبروتامين. هاير كوست، الكوست لهم شويه ايش اعلى. هذا اللي هو بشكل عام الانتيكاجولانت، اهم انواع الانتيكاجولانت واهم الفروقات بيناتهم. يعطيكم العافيه.